طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول موضوع العائدات النفطية والأمن الغذائي في العراق، وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. كنا تعبانين وكذا ربع لحم حاير داخل لي بصل هسه وشغلات واطفال للبيت بس بيش اخذت الربع بثلاثة ونص والله وانا عندي 6000 دينار الحمد لله وشكر على الاتحاد رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذا فقرها كذبه أقول لك كذا هذا البلد بالعالم يطي رواتب بقد العراق تجي كذا تطيح رواتب نطي في حدود 4.5 ملايين رواتب موظفين 1.5 مليون مال متقاعدين تقريبا 1.2 مليار مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه. الله ان شاء الله يشفع لنا ويشفع لكل شعب العراق هذا الشعب المظلوم. هسه انت متريق لو بعدك؟ لا والله وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني بس وجبه واحده للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك احنا هذا راح نخلي بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده. يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله. ثمان لا. تعال يا بتعال. ثمان لا خليني. في مال لا انا اقول لك يا خليني لاني اروح انهار واقع والله انا تعبان مع إعلان العراق ارتفاع الإيرادات المالية من مبيعات النفط في الأشهر الأخيرة يطرح الكثير من التساؤلات حول الأمن الغذائي في العراق الذي خرج من ترتيب الدول العربية والعالمية من هذا المؤشر بسبب غياب الخطط الحقيقية على مدى 19 سنة من قبل الحكومات المتعاقبة في ظل تراجع واضح لاعتماد العراق على الاكتفاء الذاتي في زراعته للمنتوجات الغذائية وفي ظل غياب شبه تام للصناعة الوطنية واعتماده بشكل شبه كامل على الاستيراد في كل شيء من الخارج. أضف إلى ذلك التغيرات المناخية وقطع روافد الأنهار من قبل إيران وجفاف الأنهر في العراق. نتحدث معكم أعزائي المشاهدين حول موضوع العائدات النفطية والأمن الغذائي في العراق في حلقتنا لهذا اليوم، حيث أعلنت وزارة النفط في العاصمة بغداد يوم أمس الثلاثاء بأن العائدات المحققة من صادرات النفط خلال شهر مارس آذار الماضي قاربت 11 مليار دولار أمريكي. وذكر بيان للوزارة بأن كمية الصادرات من النفط الخام المتحققة لشهر آذار مارس الماضي بحسب الإحصائية النهائية من شركة تسويق النفط العراقية سومر أو سومو بلغت نحو 100,579,000 برميل بإيرادات بلغت 10,913,197,000 دولار أمريكي. تابع البيان بأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 108 دولارات فاصلة 503 سنتات، لافتا إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 34 شركة عالمية مختلفة الجنسيات من الموانئ الجنوبية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. سجل العراق الشهر الماضي أعلى إيرادات نفطية شهرية منذ عام 1972 وفقا لأرقام أولية لوزارة النفط بلغت نحو 12 مليار دولار عن بيع 100,600,000 برميل من النفط الخام. طلب نواب في البرلمان وخبراء واقتصاد باستغلال الوفرة المالية التي تشهدها البلاد في تأسيس صندوق سيادي على غرار دول أخرى في المنطقة لمواجهة أي أزمات مالية مستقبلا واستثمار هذه الأموال في إنعاش الاقتصاد المحلي العراقي ومعالجة الأزمات التي قد تطرأ جراء هبوط أسعار النفط مستقبلا.
يعرقل تأسيس هذا الصندوق فعليا بحسب خبراء قانون واقتصاد الأزمة السياسية الحالية في العراق، إذ لا يمكن للحكومة المضية بالمشروع كونها حكومة تصريف أعمال، ولا يسمح لها القانون حاليا إقرار موازنة البلاد للعام الجاري 2022، وسط تحذيرات من ضياع فرصة إنشاء هذا الصندوق وبقاء الاعتماد على الاقتصاد الرعي. في وقت سابق قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لصحيفة العربية الجديد بأن تأسيس الصندوق السيادي يعتمد على تحديد سعر النفط ضمن قانون الموازنة الاتحادية وتشريع قانون الموازنة لعام 2022 يتوقف على تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة. وبين صالح بأن الحكومة مع إنشاء الصندوق السيادي وفق الزيادة في الإيرادات الكلية الناتجة عن بيع النفط خارج حدود تمويل نفقات الموازنة العامة للبلد، موضحا بأن أحكام المادة 19 ثانيا من قانون الإدارة المالية النافذ في العراق رقم 6 لسنة 2019 نصت على تغطية العجز وتوفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية، ومنها الصندوق السيادي وفق إدارة واستثمار الاحتياطات الرسمية. مع ارتفاع العائلات النفطية في العراق يغيب العراق عن مؤشر الأمن الغذائي العالمي، ووفقا لأحدث بيانات مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021 التابع ل إيكونومست إمباكت تصدرت دولة قطر أعلى درجة على مؤشر الأمن الغذائي عربيا بدرجة 73.6، وكانت إيرلندا في المركز الأول عالميا بدرجة 84، ويقيس المؤشر القضايا الأساسية للأمن الغذائي عبر 113 دولة. مؤشر GFSI لعام 2021 الإصدار العاشر الذي ينشره إيكونومست إمباكت والذي يقوم بتحديث النموذج سنويا لالتقاط التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي، ويأخذ مؤشر الأمن الغذائي العالمي بعين الاعتبار قضايا القدرة على تحمل من خلال عدة مقاييس، وهي تكلفة الغذاء وتوافره وجودته وسلامته والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في 113 دولة، مبني على 58 مؤشرا فريدا ليقيس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة. بعد تحقيق مكاسب سريعة في السنوات القليلة الأولى بلغت درجات ذروتها في جميع الدول في عام 2019 قبل أن تنخفض على مدار العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا والصراعات وتقلب المناخ. أثرت التقلبات المتزايدة في أسعار المواد الغذائية منذ عام 2019 على مدى تكلفة الغذاء، فقد تراجعت 70 دولة في تصنيفات المؤشر لهذا العام ومنها العراق بسبب ارتفاع التكاليف. ويوضح المؤشر بأن البلدان التي ليس لديها برامج شبكات أمان غذائية وطنية شاملة وممولة تمويلا جيدا لديها مستويات أعلى من الجوع، ويتبعون وجبات تفتقر إلى البروتين الجيد والمغذيات الدقيقة، ويكون الوصول إلى مياه الشرب محدودا. ومن الدول العربية التي كانت الأسوأ على المؤشر عالميا وعربيا هي اليمن والسودان وسوريا، والعراق خارج التصنيف أصلا لأن ليس لديه منظومة حقيقية للأمن الغذائي، في تراجع واضح للزراعة والصناعة وسوء المناخ وجفاف الكثير من الأنهار واختفاء بحيرات كبحيرة ساوة في جنوب العراق. دعونا نتابع هذا التقرير المصور جرافيك حول جفاف البحيرات في العراق ومنها بحيرة ساوة في جنوب العراق، فلنتابع. We'll be right back.
نعم. كذلك أعزائي المشاهدين دعونا نتابع مؤشر الأمن الغذائي على مستوى الدول العربية بحسب موقع قناة CNN الأمريكية الناطقة باللغة العربية. نلاحظ ما هو وضع الدول العربية من ناحية الأمن الغذائي. أعزائي المشاهدين لاحظ في تأتي قطر في المرتبة الأولى عربيا 24، تليها الكويت والإمارات، عمان، البحرين، السعودية، الأردن، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، سوريا والسودان واليمن. سوريا تعاني من صراع معروف، والسودان كذلك يعني، واليمن. ولكن دخلت هذا المؤشر، يعني صح هو تأتي في المراتب الأخيرة لهذا المؤشر، ولكنها من ضمن ترتيب الدول التي دخلت في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2021، وغاب عنه العراق. العراق لا يوجد في هذا المؤشر بحسب موقع Economic Impact العالمي الذي يصدر سنويا منذ 10 سنوات هذا المؤشر كما تحدثنا قبل قليل. إذن العراق يعني يغيب عن هذا المؤشر في يعني وسط ارتفاع الإيرادات النفطية. صح في السنوات الماضية انخفضت أسعار النفط عالميا، ولكن لو تحدثنا من العام 2005 إلى العام 2015، أين الخطط الحكومية لموضوع الأمن الغذائي ودعم الزراعة في العراق وجعل العراق يكتفي ذاتيا في كثير من المنتجات الغذائية وكذلك دعم الصناعة؟ غابت. العراق اليوم عبارة عن سوق يستورد كل شيء من الخارج، من دول الجوار، من إيران، من تركيا، من دول الخارج يستورد كل شيء. معنا محمد من بغداد. محمد، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو العائدات النفطية. الشهر الماضي يعني وصلت إلى 12 مليار دولار العائدات النفطية، وهذا الشهر هم تقريبا 11 مليار دولار، ولكن عندنا مشكلة هي مشكلة الأمن الغذائي في العراق. هناك يعني خطط لتأمين الحنطة لمدة 6 أشهر، يعني حل ترقيعي وليس هناك اكتفاء ذاتي في العراق. رأيك بالموضوع محمد؟ السلام عليكم. بغداد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولا قناة الرافدين. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. الله يسلمك. الله يسلمك دكتور. هو الحكومة العراقية من جد موضعت مخطط أو تخطيط لبناء دولة حقيقية كاملة من كل النواحي. هذول جوي بس شافوا شنو واردات العراق، شنو شي بيع، يبيع نفط ويصدرون النفط، يجيبون فلوس النفط يخلوه بجيبهم ورواتب لهم ويروحون يخلوها بنوك دول العالم ويستثمرون بيها. هي مش يعني شاملة الفلوس اللي هم يجيبوها يقبوها لهم. ميزانية الدولة هم كيف يتحكمون بيها؟ لا عندهم تخطيط لبناء دولة، بناء مؤسسات دولة، إعمار الدولة، تحديث الدولة من جديد، بناء البنى التحتية، ماكو. هذا كل شغله كل حلول، يعني أقول حكايتك حلول ترقيعية بس. يعني بالنسبة للكهرباء، بالنسبة للمي، وبالنسبة للخدمات الأخرى، يعني يعني للمواطن كل حلول ترقيعية. بالنسبة للوضع حاليا بالعراق، هي كميزانية تقول مليار حضرتك، ليش السنوات السابقة اللي صارت يعني من كانت فلوس النفط، شو شنو اللي خدموا بيها للشعب؟ الفقر بالعراق يعني 30-40% تحت خط الفقر، يعني خط الفقر الناس تعاني من عدها. سووا تخطيط، سووا تعداد سكاني للعراق عموم العراق. يعني مثلا ابسط حلول، يفترون على البيوت، يعينون لجنه، يعينون يروحون يخططون، يروحون يفترون بالبيوت مثلا، يشوفون هاي العائله شنو انت، شنو شغلك، شنو انت مثلا وضعك المادي، شنو عندك انت من شيء تعتمد عليه. مثلا هو يقول لك انا قاعد على طال بطال، او ما عندي شغل، او عندي كذا، خسرت بمشروع او شيء، اخصص له راتب مناسب انطيه، مو ينطونا الرواتب الميتر دينار مع الرعايه وغير الرعايه المنيه يطول العالم. شنو الفائده، شنو قيمه الميتر دينار انطوا الرعايه للعالم؟ الحصه الغذائيه من طول العالم شنو هو؟ كل 6 أشهر هاي كيلو ثمن، كيلو ثمن طول العالم كل 6 أشهر او كل مرات تجي سنه. انا اعرف واحد يقول لي صار سنه مستلم ثمن وشكر بس يجطوني. يعني سنه يعني قبل كان حصه كامله، بس احنا ما بدنا نقول ذاك الزمن وهذا الزمن، احنا نكشف هذا الزمن هسه. هم اللي سووه شنو هو؟
يعني ميزانية من 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 إيرادات النفط تجيهم. غير يفكرون شوية بهالشعب هذا، غير يفكرون يخططون شيء لبناء هاي الدولة المتدهور الوضعها. يعني بس هم بس يجون يجوي كل حزب. يعني لك أن تتخيل أخي محمد بأن إذا تحدثنا عن مؤشر الأمن الغذائي العالمي بأن سوريا على ظروفها والسودان واليمن صح هي تأتي من في يعني نهاية هذا المؤشر وهذا السلم، ولكن دخلت إلى ترتيب الأمن الغذائي والعراق خارج هذا الترتيب الأمن الغذائي، ولك أن تتخيل يعني الوضع. مو دكتور مو قلت لك أنا همدي يعني إذا أقول بالنسبة لسوريا وهاي دخلت بالأمن الغذائي الوضعها يعني حتى لو نشوف نسبة مثلا نسبة التراوح أو نسبة الإنجاز مالهم يعني 40% وكادين بالمية المؤشر مالهم بس ما يخالف هذا مؤشر زين. العراق ليش ما أكل هم واحدهم قلت لك هم البلد هيك عايفين يعني قلت لك أنا بس يبنون مولات لحسن مالتهم كل واحد كل حزب يبني مول وحلول بس ترقيعية حلول وقتية فقط نعم. ينطر رواتب وهذا مو قال هذا العامري قال إحنا ننطر رواتب بالماكو فقر بالعراق قال شوفوا شنو الفقر اللي وين اللي يقول الشعب متهني نعم. يعني هذا الفقر والفساد اللي انت مستشري والمخدرات والوضع المزري بالعراق وين العد يعني ودي يحكي على غير دولة مثلا فهو ما عندهم تخطيط والله أنا معيس من هاي الحكومة دكتور. أنا أشكرك محمد من بغداد كان معنا ناصر من بغداد. ناصر، بين ارتفاع العائدات المالية من صادرات النفط يغيب العراق عن مؤشر الأمن الغذائي، وهناك حديث بأن الصراعات السياسية تعرقل قانون الأمن الغذائي، ما هو رأيك ناصر؟ أهلا وسهلا بك. نعم استاذ عمر، طبعا الميزانيه هذا الشهر نعم. والشهر اللي سبقه ما يعادل 20 مليار يعني ذاك الشهر اعلنت الحكومه العراقيه 11 مليار 12. وهذا اعلنت 10 مليارات فاكثر من 20 مليار لكن شنو المردود؟ المردود شنو؟ هو نفس الفقر ونفس الخدمات الرديئه هم هسه ولحد الان اخروا الموازنه. استاذ عمر احنا ببغداد الموازنه ليش تاخرت؟ حتى يسرقوها المتنفذين داخل السلطه حاليا تصير عملية سرقة وكل من يبوق بكيفه ولذلك ما تقرر الميزانية يعني احنا نتمنى من المسؤول العراقي انه يعين على شعبه هاي النسوان اللي تجدي هاي الاطفال اللي تجدي بعدين انه رسوه انه سووا الامن الغذائي. الامن الغذائي منفذ للسرقة الجماعية يعني احنا ما نريد نقول انه الامن الجماعي شنو الامن الغذائي شنو والله العظيم منفذ لسرقة الأحزاب المتنفذة داخل السلطة لكن يغرون المواطن العراقي يقولون احنا نريد نسوي لك أمن غذائي. وين الأمن الغذائي؟ يعني الأمن الغذائي غير هناك ستجر مال شكر معرفينه هذا أمن غذائي دعم للزراعة دعم للزراعة بشكل حقيقي فتح ملف فتح ملف دول اللي تأتي منها المياه مثل تركيا وإيران حتى يقدر العراق يزرع يعتمد على نفسه اكتفاء ذاتي لو بس يستورد وكل ما تصير أزمة عالمية تعال العراق يعاني منها المواطن العراقي في إن كان في ارتفاع الأسعار أو شح المواد الغذائية اللي نبني علاقة ويا إيران ويا تركيا اقتصادية في سبيل إنه المي مهم خصوصا تركيا جارة المنافذ مع النهر دجلة والفرات عليها بالداخل يحاولون استاذ عمر يخلقون مشكله بيننا وبين تركيا جاره ولذلك انه بين فتره وفتره الاحزاب الاسلاميه تخلق مشاكل بيننا وبين ايران حتى تنغلق حتى تقل الزراعه وتقل الصناعه وفرص العمل انه تقل. احنا ما نتمنى هذه الحاله كشعب ما نتمنى علاقتنا تكون بتركيا لان تركيا منبع المي من عندها ولذلك انه تحاول دول الجوار خصوصا ايران تشوه العلاقه بيننا وبين تركيا وتأججها بين فتره وفتره تأجج العلاقه بيننا حفاظا على مصالحها مو مصالح الشعب العراقي. احنا ما نريد انه الشعب العراقي يكون بعازه بلد خير وغني احنا نريد العراقي يصدر مو يستورد ونريد العراقي ينتج مو يستورد. لا والله مع الاسف الموازنه العراقيه قطاع التعليم مهمل قطاع الصحة مهمل
السكن الاستاذ محمد استاذ عمر لو تدري انت السكن حاليا انا اراجع عوائل مال الشهداء يقول لك انا بلا ارض في حين الله اوصى بالمثقفات لكن مهزله يعني معيبه والله معيبه رجال الدين يعني هذا الحكي ليش زعلهم لكن المرأة أراضها مشمورة برا ورجل الدين يقول الله ينطيك شنطيك احنا مع الأسف رجال الدين بالعراق أخو المخربين أنا نعم مخرب من الدرجة الدينية مع الأسف احنا نتمنى أنه العراق يزدهر ونفتخر بشعبه لأن هاي أرض أكلنا من عتها وتعلمنا بيها دراسة وعمل فأنا ما أتمنى أنه يكون العراقي مستعبد للغير مع الأسف بالله نعم. احنا نتمنى كل الخير للشعب العراقي نعم إن شاء الله. ناصر من بغداد معنا كرار من الناصرية. كرار بين ارتفاع الإيرادات النفطية العراقية وبين الأمن الغذائي، العراق يغيب عن مؤشر الأمن الغذائي بسبب يعني تراجع الزراعة والصناعة في العراق واعتماد العراق على الاستيراد من الخارج، رأيك بالموضوع كرار؟ نعم سأل. أولا تحية لك ولقناة جمهور الراهبين الكوخرية. أولا بالنسبة للحكومة العراقية، الحكومة شنو البرنامج اللي عمل اللي طرحته واللي عملت به كل رئيس وزراء إذا نلاحظ الفترة نفسها حد الآن لما يطرح برنامج الحكومة تلقاه صورة منه ونصين ما يخلص راح أسوي راح أجيب راح أودي راح بالتالي ما راح يعمل كل ذني فقرات اللي يقول بهم بالتالي لما ترجع وتشوف المواطن تلقى المواطن حالته المعيشية تعبانة حالة الفقر مثل ما توصل إلى فوق مثل ما يقولون هم 40 و50 هو لا فوق ال 50 فوق ال 60 يعني احنا جايين نشوف اليوم اللي لا صناعة لا تجارة لا يعني مثل ما تقول القطاع الخاص يشتغل غير بس اللي تعيينات يعني والتعيينات بالذات توظف على اللي عنده واسطة واللي عنده عرف واللي عنده منتمي الحزب يعني منتمي جهة معينة ومنتمي لهاي إلا هذا يتعين ولا البقية ما راح يتعينون نعم. بالنسبة إلى أنظل إذا 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 أنظل على أمن الغذائي ونظل على أمن الدولة بالتالي الدولة ما توفر شيء للمواطن شنو اللي الدولة وفرت للمواطن قبل خاطر توفر له هالشيء يعني إحنا جاي نشوف ميزانيات العراق ما يخلص خير العراق بخير ليش أبناء الشعب العراقي ما يعملون ليش نسبة المخدرات اللي كبرت عندنا وعند الشباب نسبة الانتحار جاي نشوف الحالات مال الانتحار كثيرة اليوم في بعض الشباب لأن الشاب بالتالي ما جاي يلقى عمل ولا جاي يلقى فرصة عمل اللي هي تستحق الطموح الشاب يعمل فيها خاطر من خلاله يصير عنصر فعال في المجتمع بدل ما يروح لمنحة آخر لأن بالتالي أنت لما تريد اليوم تخلي اقتصاد بالعراق اقتصاد جيد شو راح تصير؟ إذا إيران هي مسيطرة وإيران تصدر لك خضروات وتصدر لك كل شيء حتى الغاز يعني مثلا المناطق الجنوبية البصرة بالتحديد عندهم غاز هذا الغاز إجت شركة صينية قالت لهم يا بي انتم مو جاي تشترون غاز من ايران بدل ما تشترون غاز من ايران احنا راح نجيكم ناخذ لكم هذا الغاز ونسوي لكم ونصنعه لكم ونعطيكم استفادة اللي خاطر شروط طاقتكم الكهربائية نجي تبدأ تشترون ما رضوا يعني وين المشروع يعني ملف دراسة ملف ليش ما جاي يعملون عليه ليش ما جاي بالتالي يعني الحكومة العراقية ما جاي نشوفون اكا اي عزام بالموضوع خاطر تقول مثل تقول والله الحكومة جاي تشتغل او جاي توفر لي او جاي ما جاي نشوف يعني بالتالي اللي يوفرون امن غذائي واللي يوفرون حالة معيشية وحال هذا بالتالي كله الضحك على الزقون وبالتالي ما راح نشوف اي شيء والحكومة العراقية ما جاي تنفعل ما جاي تنفعل يعني انتم شفتوا الشعب شلون طلع عليكم تظاهرات 23 يعني الشعب اذا ظلت هاي المسار خلال هاي ما راح يسكت هم راح يطلع راح يطلع ويجيحكم يجيحكم كلكم انتم صحيح جيتوا على ظهر الدبابه الامريكيه ورضعتكم الصدور الايرانيه هذا شيء ينطبق عليه بس انتم اليوم عملوا اليوم اشتغلوا شعبكم خاطر شعبكم يريدكم يدافع عنكم انتم جاي تشتغلون خاطر اجندات اقليميه ودوليه هذا شيء يعني ما يصير يعني المواطن العراقي الى متى يعني يظل وخياره يروح يشوفه يروح لايران وغير ايران من غير الدول يعني تنهب بخيراته يعني العراق مو بلد فقير العراق بلد صالح للزراعة العراق بلد صالح للصناعة العراق بلد صالح ليش احنا ضالين بس على النفط ليش احنا اليوم ضالين بس على هاي النفط وهاي بعد خلص يعني ما عندنا صناعة لا تجارة عندنا الغذاء شلون يتكون اذا انا ما عندي صناعة ولا عندي تجارة ولا عندي عيادة عاملة ولا عندي معامل جات تفتح وجات تندار يعني هاي بالتالي يعني مشكلة خطيرة يواجهها البلد يعني اذا الحكومة اذا ما تستعر واذا كانت الحكومة تشتغل اذا مصالحها الشخصيه بس منتهيه بالبوق منتهيه ترضي ايران وترضي السودان وترضي عدنان
هاي بالتالي ما راح يصير اي شيء، يعني بالتالي راح يظل المواطن بحاله فقر، راح يظل الشاب العراقي بحاله فقر، بالتالي راح نشوف حالات انتشار المخدرات راح تكثر، سالب الانتحار راح تكثر، هواي شغلات يعني خارج عن القانون راح تكثر بهذا الاطار. نعم انا اشكرك كرار من الناصريه كان معنا قيس من الحله. قيس، يعني صراعات سياسية يقال بأنها تعرقل القانون الأمن الغذائي الذي قدمه مصطفى الكاظم إلى البرلمان، يعني عائدات نفطية عالية، غياب العراق من الأمن الغذائي، ما هو رأيك؟ قيس؟ نعم أستاذ الفاضل، تفضل. بداية رمضان مبارك علينا وعلى الأخوة الضيوف وعلى كل المستمعين الكرام. الله يتقبل. أستاذ الفاضل، انت تعرف انه يعني حقيقه ميزانيه كل دوله تعتمد على الثروه وتعتمد على الدخل ويعتمد على الاستقرار. في حقيقه الامر انه يعني الثروه ايضا تقسم الى او تجي من ثلاث مصادر. المصدر الاول هو راس المال الطبيعي واللي هو راح يتضمن بالنسبه للعراق عندنا المواد النفطيه، والا ما عندنا لا مياه ولا استثمار حقيقي للمعادن، لان هو يستثمر المياه والمعادن والمواد النفطيه. نعم. وكذلك رافد اخر الى الثروه اللي هو راس المال المنتج اللي هو يتضمن المصانع والمزارع، وهذه بالتالي متوقفه تماما وعاجزه تماما عن رفض الدوله بهذا المال المنتج. نعم. والرافد الثالث الرافد الثالث للثروه هو راس المال غير الملموس اللي هو يعتمد على الفكري والعلمي وبراعات الاختراع، ونتائج حقيقة هي تكون نتائج رأس المال البشري. في العراق معتمدين فقط على المواد النفطية فقط، استقرار ماكو، دخل بشكل خطة استراتيجية ما عندنا تمنح إلى صندوق دعم الأزمات اللي مر عليه الوطن. لذلك نشوف أي أزمة يمكن معركة تبتعد عن العراق بأكثر من 5000 كيلو متر تأثرت على العراق وتسببت لنا هذه الأزمة يعني في المواد الغذائية وأزمة اقتصادية حتى في العراق اللي هي في أوكرانيا وفي روسيا، وسببت لنا شوف هاي النتائج جراء عدم اتخاذ خطط استراتيجية حقيقية لإنقاذ البلد. أولا أنه ليس من المنطق وليس من العقل وأبسط أبجديات الدولة هي أن توزع إيراداتها من حيث المواد الغذائية وصادراتها من حيث المواد النفطية. نعم. يعني أنت من حصارة المواد المالكة الغذائية في اتجاه خط واحد، هاي النتائج تكون هاي ناحية. ناحية أخرى، هل أنه العراق هو بلد عاجز على تفعيل المواد الزراعية مالته؟ أنا هسه خلال خطة لا تتجاوز 8 أشهر أنا أخرج من الأزمة العراقية للمواد الغذائية بالكامل لو استثمرت الزراعة بشكلها الحقيقي. يعني خذ على سبيل المثال بأن وزارة أخي قيس، خذ على سبيل المثال بأن وزارة الزراعة يعني استثنت محافظة ديالى من الخطة الزراعية لهذا العام بسبب عدم توفر المياه. بالضبط، أنا هسه أرصد لك بالكلام. نعم. ولو كان عندنا حقيقة يعني حكومة وطنية حقيقية لاجت وقعدت الحكومة التركية والحكومة الإيرانية قعدتها على طاولة التفاوض، تعالوا أنتوا أنا عندي أحقية بالمياه، وهذه هنالك قانون دولي بتوزيع المياه وقانون بالاستثمار، أنا على أي أساس تارة تركيا تسد علي المي، تارة إيران تسد علي المي، والآن النتائج ما بين التصحر اللي حدث بالكامل في ديالى وفي ميثان وفي كل المحافظات اللي يمر عليها نهر دجلة والمسببات الأخرى من سد المياه أو غلق الحصة المائية الحقيقية من تركيا. نعم. إذا ما عندي هنا المشكلة في حكومة العراقية، ما المشكلة؟ أنا ما أعتب لا على تركيا ولا على إيران. هذه ناحية. ناحية أخرى، حقيقة الأمر الأمن الغذائي يا أستاذ الفاضل لا يحسب بهذا وبهذه الطريقة التي طرحها مبادرة للكاظمي قبل حوالي شهر أو شهر ونص. نعم. لا تحسب هكذا الأمور ولا تحسب بهذه الطريقة. يعني ما أعرف هل أنه هو ما يمتلك الناس الاستشاريين بهذا الموضوع وبهذا الأخصاء وبهذا الاختصاص. طيب، يعني على أي أساس أحصر
انتقل من الامن الغذائي انتقل على عوامل والزراعي والصناعي، وهي كل حديث من عندهم والله يا اخي يدمي القلوب. وكل حديث من عندهم انا احتاج به اكثر من ثلاث ساعات اتحدث به وما اوفي يعني حجم الحصره اللي في داخل كل مواطن عراقي باليه اختزال هذا الرافد الحقيقي والرافد الطبيعي لتنميه البلد وتنميه العراق في الوقت اللي هو كان متقدم سابقا عنه. على كل اني ارجع على موضوع تصدير النفط، انا على اساس احصر النفط مالتي في جهه واحده؟ طيب هل تعلم استاذ الفاضل هنالك خط ناقل لانجيل النفط معد ومنشا في زمن النظام السابق وعن طريق السعوديه، والان هو كامل ومكتمل، ولكن لا السعوديه تتحدث به لانه السعوديه تريد تصادر هذه الانابيب وتصادر هذا النقل الها. وفي الوقت اللي انه هي بالفلوس العراقيه انك وبالفلوس العراقيه اللي انشئ. ولا اكو جهه اخرى الداعبي حتى نبقى صادراتنا باتجاه خط اللي بالخليج وبالتالي محتكرته وبالتالي مسيطره عليه من قبل الجار العزيز بصفنا. يا اخي ما عندي دوله، انا ما عندي دوله تبحث عن سياده حقيقيه، ما عندي دوله تبحث عن مصلحه مواطن. كل الدول الموجوده الان كل من عندهم همها مواطنها الخاص الا العراق. ماذا يفعلون لا اعلم، ماذا يعملون لا اعلم. أخي قيس، أنت شفت المؤشر اللي عرضناه قبل قليل، مؤشر Economic Impact العالمي؟ لا والله أنا دخلت شوية متأخر وكان الصوت مشوش أيضا. خليك راح نعرضها هسه، هي صورة نعرضها مع بعض. طبعا المؤشر شمل 113 دولة، لك أن تتخيل بأن العراق خارج هذا المؤشر، وسوريا والسودان واليمن موجودة في المؤشر. صح هي في أسفل المؤشر، إذا نشوف المؤشر عزيز المخرج مع بعض نعيده مرة ثانية. هذا شوفه، إذا تشوفه هسه بالشاشة نعرض شاشة كاملة لو سمحت السيد المخرج، شاشة كاملة الصورة خلي بالضبط تشوف. هذا بالنسبة على الدول العربية، قطر تصدرت وآخر شيء اليمن. العراق ماكو، ما موجود العراق بمؤشر الأمن الغذائي لعام 2021. يعني تخيل سوريا عندها حرب ومشاكل، والسودان كذلك عندها مشاكل، واليمن بها حرب، لكن داخلة في هذا المؤشر. يعني عندها شيء من التخطيط في هذا الموضوع، لديها شيء من الزراعة، لديها شيء من الاكتفاء الذاتي. احنا حتى بهذا المؤشر ما داخلين، يعني حتى احنا المواد اللي نستوردها من برا هي يعني مواد سيئة الجودة. يعني من ضمن هذا المؤشر احنا تكلمنا به، من ضمن النقاط انه يجب ان تكون المواد متوفره بالاسواق يعني ذات جوده عاليه وذات سلامه. العراق خارج المؤشر. يعني انا اليوم اذا 12 مليار على قولة الاخ يعني ناصر من بغداد قال بشهرين اكثر من 20 مليار، هو المواطن شو محصل منه وشو حصل السنوات السابقه؟ اضف الى ذلك الصراع السياسي اللي موجود اللي دا يتكرر كل سنة. يعني احنا كل سنة دا نتأخر 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر بموضوع اقرار الموازنة. زي هذا شلون راح يخطط؟ والخطة اللي راح يعدها هم تجي السنة الجاية هم تنصدم بالصراعات السياسية والاحزاب السياسية، ذولا حبايب ايران وذولا ما يريدون وذولا كذا. فيعني كارثة مصيبة. يعني بالاخير هو المواطن العراقي يدفع هذه الفاتورة. نعم اخي قيس. استاذ العزيز. نعم. نعم أنا أشكرك على هذا الإيضاح وعلى هذا المخطط، واللي هو حقيقة يعني يضف إلى يعني نسف الدماء اللي في قلوبنا دماء آخر. نعم. لماذا هذا التراجع في في مقدرات الشعب العراقي وفي مستقبل العراق؟ احنا الآن يعني من البديهي أن تقوم وزارة التخطيط والتخطيط المالي بوضع خطط استراتيجية لدراسة ووضع حلول منها قريبة المدى ومنها بعيدة المدى. بداية لا المفروض على الدولة الآن تعقد هيئة تحصيل الإيرادات العامة وعدالاتها. نعم. على سبيل المثال أنه قوانين الشراكة بين الدولة والقطاع. هذه مبادرة جدا جدا بسيطة، بمجرد أن تفعلها الدولة راح تحفز المواطن على الذهاب للقطاع الخاص، وتجعل من القطاع الخاص رافد اقتصادي ورافد صناعي الى 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 البلد. نعم. هذني الامور في وزاره التخطيط ووزاره الماليه بامكانها ان تضع النقاط على الحروف
في معالجة هذا الموضوع. زين هسه احنا عندنا هم يطرح تساؤل ابو الآن اخي قيس المطروب. موضوع القطاع الخاص يعني انت اليوم انت يجوز سامع وشايف بالعراق تسمعني اخي قيس اليوم اللي عنده مشروع بالعراق تتعامل معها قيس تسمعني نعم اليوم اللي عنده مشروع نعم. خاص نعم. بالعراق احسبها من كشوك ومطعم واي شيء مشروع معمل يدفع عتاوة لو ما يدفع عتاوة والله يدفع او نص ويدفع فوق باسكة تمام زين انا شلون راح استقطب ان كان رجال الاعمال العراقيين اللي بالخارج او استقطب المستثمر الاجنبي في ظل هذه الظروف شنو الفائده اني اخطط التخطيط ليست كتابه واعداد بحث او او جدوى اقتصاديه التخطيط يعني بعدها يجي تنفيذ هذا نعم. عندي يعني ليس لدينا بيئه امنه في العراق للاستثمار شراكه بين الدوله والقطاع الخاص هذا افعله نعم قانون الشراكه بين الدوله والقطاع الخاص هذا يجب ان يفعل هو موجود هذا القانون وجاهز وانا اقول هذا القانون موجود زمن النظام السابق مو هالسنه هسه ما بهم حظ ولا يعملون اي قانون نعم بس هذا اريد اطلعه هذا اطلعه مع اصلاح قوانين العمل والضمان الاجتماعي هذني يطلع عنهن يوضعن الخطوط الرئيسيه اللي نمشي عليها وننطلق نعم انا عندي مناطق والله تدب لي فقط مو فقط المثال الزراعي بمستوى نعم. على سبيل المثال كل الدول تسعى الى انه تحصل الى طاقه انتاجيه من على سبيل المثال من جي القمح بمقدار 5 طن نعم. الى 10 طن توصل بعض الدول للدونم الواحد الا العراق ينتج طن واحد بالدولار الواحد. أنا أشكرك أخي قيس من الحلة سعيد طبعا ب يعني يبدو أنه أنت لديك اختصاص أو مطلع على الموضوع شكرا جزيلا لك أخي قيس من الحلة معنا عبد الرزاق من بابل عبد الرزاق مع وفرة العائدات المالية من النفط خلال الأشهر الأخيرة ولكن العراق اليوم يعاني من موضوع الأمن الغذائي هو خارج ترتيب مؤشر الأمن الغذائي العالمي وهناك صراع سياسية كذلك يعني تتحدث فيها أطراف سياسية بأن هناك أطراف سياسية أخرى تابعة لموالية لإيران تعرقل قانون هذا الأمن الغذائي طبعا إحنا إذا نتحدث يعني بالمنطق والعقل مثل هيش قانون لا ينفذ بيوم وليلة يعني هذه خطة على الأقل تكون خطة خمسية لخمس سنوات أو عشر سنوات فهذا غياب هذا التخطيط ل هذه السنوات يعني صح هو نزل النفط قبل كم سنة بس رجع حسه الأمر طبيعي زين السنوات ذيك السابقة وين التخطيط في هذا الموضوع يعني إذا العراق اليوم خارج تصنيف ومؤشر الترتيب العالمي للأمن الغذائي ما الفائدة من هذه الأموال في ظل تغيرات مناخية في ظل يعني جفاف أنهار وبحيرات اليوم العراق يستورد كل شيء نعم أخي عبد الرزاق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك دكتور عمر أذكر أكو قول أحد المحللين العرب أو الساسة العرب نعم يقول العراق عبارة عن بند دولة نعم. عليه مجموعة من اللصوص نعم لا علاقة لهم لا بالدولة ولا بالسياسة ولا بإدارة الحكم كلهم هم هو سرقة أموال هذا البلد ومثل يعني هم نفسهم اعترفوا بهذا الشيء واللي قال أحد الساسة قال إحنا أحد الساسة اللي طلع على التلفزيون قال إحنا كنا حرامية يعني هم اعترفوا بهذا الشيء نعم. وبريمر أيضا أكد هذا الشيء وقال قادة العراق كلهم كذابون دجالون منافقون جئنا بهم من الطرقات يعني أولاد شوارع يا أخي أنت إيش تتأمل من هذه الزمرة أو هاي الأصابة اللي إجت حكمة بلد فما ينفع يعني لا ينفع تقدم نظريات لا تقدم دراسات لا تقدم حلول لأنه هم بالأساس إجوا لتدمير هذا البلد وإلا بربك يعني بلد غني مثل العراق هاي الثروة مالته حضارته تاريخه تجي هاي السلة اللي ما تعرف تاريخها شنو ما تعرف يعني أصلهم شنو حكموا هذا البلد ودمروا هذا البلد فهم ما يعنيهم البلد ولا يعنيهم المواطن أهم شيء موالاتهم للدول الأخرى أهم شيء منافعهم الشخصية
فشوفوا الناس الانهر جفت، البحيرات جفت، ولكنما المساله مهمهم هذه ما يفكرون بها ولا يتطرقوا لها، والا بالعليق مثل يعني هيك بلدي يصير عليها يعني كوارث يعني بالمسطحات المائيه بالزراعه يعني ثروه البلد بصوره عامه، ولا يشوف لهم ولا واحد ينتفض، اهم شيء هم مناصبهم ومكاسبهم. هذا اللي خاتي 40 ما اعرف 40 يوم ما ادري راح يصير 40 سنه ما ادري يريد يتمثل بنبي الله موسى بقاوي يا رب العالمين. زين يا اخي انت هي مو مال ختيلان، هي مو مال مقاتل ومخادعه، شنو 40 يوم؟ شنو 40 سنه؟ البلد جاي يتعرض، المواطن العراقي جاي يتعرض الى تدمير، مسألة ما تعنيهم والله. يعني لا اكو مطل الكلام لهذا شو اسمه رئيس الجمهوريه هذا ما اعرف، يعني يحكي بكل عقله شارب نفط يقول العراق راح يعني 10 مليارات متر مكعب تطل من المياه مالته وراح يصير انفجار سكاني. يعني انا شو بخليك انت راعي صخور قهوتش مضيف مو انت رئيس دوله، يعني انت جاي تخوفني، انت شنو دورك؟ يا اخي دوله الساسه يعني شلون مثل ما تقول القدر يعني شمر مع العراق، والا ما عندهم معرفه بالتخطيط، ما عندهم معرفه بالسياسه، ما عندهم معرفه باداره الدوله، كل همهم اول واخير هو نهب البلد. يعني انت تعرف كل زين من اجوا للحكم سووا ميزانيه انفجاريه وقاموا يهللون ويعني وقاموا يعني فرحوا بانه يتعان واحد الناس يا الله عسى المواطن راح يشوف خير، لكنه يشوفهم مناصبهم. هذا الواقع اللي احنا جاي نعيشه. ولا ما نتامل معكم كل خير دكتور عمر. نعم تحياتي لك. حياك الله. انا اشكرك عبد الرزاق من بابل. طبعا هناك حديث بان هناك صراعات سياسيه تعرقل قانون الامن الغذائي، حيث أسهم الفائض المالي الذي خلفه ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في توجه الحكومة نحو تقديم مسودة قانون جديد تقول بأن من شأنه المساهمة في إنقاذ نحو 10 ملايين مواطن تضررت معيشتهم خلال العامين الماضيين جراء جائحة كورونا، وإقرار خطة تنفيذ أو خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. بحسب مصادر رسمية حكومة مصطفى الكاظمي انتهت خلال الأشهر الماضية من إعداد قانون الأمن الغذائي الذي من المفترض أن تخصص له مليارات الدولارات لتمويل بنوده كما قالت هذه المصادر الرسمية. طبعا وسط هذا اللغط بشأن صلاحية الحكومة الحالية بتقديم مشاريع قوانين على اعتبار بأنها حكومة تصريف أعمال، البرلمان أكمل القراءتين الأولى والثانية لهذا المشروع اللي يتضمن على فقرات خاصة بدعم الأمن الغذائي والتنمية للعراقيين، من بينها تحسين مفردات البطاقة الغذائية الشهرية. صار سنين نسمع بالبطاقة الغذائية الشهرية والمواطن مدى يستلمها بشكل صحيح، وكذلك تقديم منح مالية بحسب هذا القانون للعوائل المتضررة، تأمين مخزون كبير من القمح والسلع الغذائية الرئيسية تحسبا لأي أزمة عالمية. القانون الذي وصفه نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي بأنه مرحلي في إشارة إلى كونه متعلق بالفترة الحالية التي تفتقر فيها الحكومة لموازنة مالية بسبب الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ نحو 6 أشهر، وعدم تشكيل الحكومة الجديدة جرت عليه تعديلات خلال الأسابيع الماضية منها إلغاء القروض الداخلية والخارجية داخل القانون، إضافة إلى تحديد التخصيص المالي له الذي يقدر بأكثر من 35 تريليون دينار عراقي، أي 24 مليار و100 مليون دولار تقريبا، بهدف بحسب القانون بهدف تجنيب العراق الاعتماد على واردات الاقتصاد الريعي من خلال دعم قطاعي الزراعة والصناعة دون تكليف الموازنة المالية العام 2022 أي أتعاب، كون القانون جاء من فائض زيادة أسعار النفط. الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي أكد أهمية هذا القانون لدعم مفردات البطاقة التموينية وشراء مخزون استراتيجي من الحنطة لمدة 6 أشهر ودعم مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة، إضافة إلى دعم وزارة الزراعة بالسيولة النقدية لدعم مداخيل قطاع الذهب الأخضر كما أسماه من الأسمدة والمبيدات والبذور وغيرها لرسم رؤية تنشيط البلد. طبعا يعني بحسب تصريح صحفي الغزي فإن القانون يشمل شراء
الطاقة والغاز لإنهاء أزمة الكهرباء، وهذه أهم مشكلة يعني كل سنة تتكرر بموضوع الغاز. إذن العائدات النفطية والأمن الغذائي في العراق يطرح الكثير من التساؤلات القديمة المتجددة بشأن الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.